شوف يوم كيف نحسب الافريج او المين الويف فورم. بهمنا هذا في الباور الكترونكس لانه اشكال الويف فورمز بتبطل ستاندرد بتصير في انفاري هانجلز ممكن يصير في سكوير ويف او ستيب ويف، فلازم يكون عندنا خبره كيف نحسب المين او الافريج تبع الويف فورم. رح اطلع اليوم ابسط مثال، رح اخذ ابسط مثال اللي هو الهاف ويف ريكتيفايد ويف فورم. يعني هذا راح نعتبره والله هذا 2 باي، ايش وحدة 2 باي؟ وهاي النقطة راح اعتبرها انها في ماكس. فلما نسأل الآن الافرج تبع هذه الويفورم قديش قيمته بدلالة في ماكس. طبعا في ماكس مختلف عن في ار ام اس، مش هيك؟ في ار ام اس الويفورم الأصلية السايلسود الويفورم الأصلية لو عندي سايلسود الويف فورم الاصليه لو كان هذا في ماكس راح تكون له علاقه في ار ام اس، هاي الويف فورم تساوي اوفر تو ماكس. هلا نطلع على هذه الويف فورم، هون الويف فورم الاصليه راح تكون في اوف تي بتساوي في ماكس ساين اوميجا تي. راح استبدل انا عشان اسهل الحل، راح استبدل اوميجا تي بالثيتا. اذا احنا بدنا نعمل هلا في افريج لهي الويف فورم راح يساوي التكامل، راح يكون راح اقسم على 2 باي وراح اكامل من 0 ل 2 باي. طبعا هون بالباي 2 باي معناها راديوس 2 باي راديوس، فراح اخذ في ماكس ساين، راح استبدل اوميجا تي بالثيتا عشان اسهل ما يصير في كونفيوجن بالنسبه لاوميجا ضرب الاوميجا تي او القسمه على اوميجا تي. هلا هذه الويف فورم ما فيش فيه شيء من 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 باي ل 2 باي، مضبوط؟ اذا راح تصير هذه بقدر اخذها نفسها من 0 ل باي، مش هاي نفس هاي؟ وبضل اقسم على واحد على 2 باي لانه الافرج ل 2 باي. اذا هون راح يصير عندي نفس الشيء في ماكس ساين ثيتا دي ثيتا وتساوي 1 على 2 باي، واقدر اطلع في ماكس برا لانها كونستانت، فبصير عندي هون في ماكس على 2 باي وساين ثيتا بتساوي كوس ماينس كوساين ثيتا، وهون عندي 0 لباي. كوساين باي شو بتساوي؟ كوساين 180 ماينس 1 في ماينس 1، اذا هاي تساوي هون 1 ناقص ناقص 1، لانه عندي هون كوساين ثيتا بكون واحد، بس انا في عندي هون ناقص وعندي اصلا ناقص، فصارت عندي هذه بتصير في ماكس على 2 باي، 2 بتشطب على 2 شو بتصير؟ في ماكس على 1، يعني تقريبا الثلث، مش هيك؟ تقريبا الافرج تقريبا يعني كان بقول الافرج تبع هذه الويف فورم تقريبا 1 على 3 من الديك تبع هذه الويف فورم. واضحه هاي؟ ناخذ الفول ويف. لو جينا اخذنا الان الفول ويف ريكتيفاير او الفول ويف فولي ريكتيفايد ويف فور، خلينا ناخذ مثلا هيك هيك هذه من هون من هون من هاي. ففي الحاله هاي عندي رح يكون نفس الشيء، واضح انه رح يكون ضعف، مش هيك؟ لانه هون اقدر اصير عندي في افريج راح يساوي 1 على 2 باي، راح اخذ من 0 ل 2 باي في ماكس ساين ثيتا دي ثيتا. هلا هون في اختلاف طبعا بقدر اعمل شيء مختلف. هلا بدال ما اعمل تكامل من هون لهون بامكاني اعمل تكامل من هون واقسم على ايش؟ بالنص او يعني اضرب في اثنين، يعني اخذ هذا التكامل كانه هذا التكامل اضربه في 2، مضبوط؟ فكانه بكون عندي 1 على 2 باي، بعدين بضرب في 2 التكامل من 0 ل 1، بصير بدل ما اعمل تكامل من 0 ل 1 بشرط طبعا هاي تكون موجوده، هاي متماثله مع هاي، مضبوط؟ دول التكتين متماثلات، اذا بامكاني اعمل من 0 ل باي اضرب في 2، اذا هذا عندي هون في ماكس كمان ساين ثيتا دي ثيتا تساوي 2 بتشطب مع 2 بتصير هذه 1 على باي، الفي ماكس بتطلع برا وعندي جوا بضل بنفس الطريقه اللي حسبناها هناك، بتطلع عندي 2
2 V max على I V average بيكون كم V max على اللي هي دكتور V الثابت اللي احنا نعرفه هو 0.32 و 0.67 صح؟ قديش بتطلع لنا؟ بتطلع لنا 1 على باي، قديش 1 على باي؟ باي تقريبا 3.14 تقريبا ثلث، تقريبا 0.3 مش هيك بدكم تقول؟ وهي تقريبا 0.6 مضبوط صح صح. هذه هي عشان احسب الافرج، طبعا الار ام اس بيختلف لهذه الويف فورم ولهي الويف فورم الار ام اس.